ده جهاز كراون جالي، خلاص لسه ما اعرفش هو فيه ايه. فطبعا قبل ما اجربه لازم احطه في السيريا، والسيريا دي عشان لو كان فيه قفله، ماشي، عشان لو فيه قفله ما تزيدش ما تزودش المبال لطيف، ماشي. فالمفروض لو فيه قفله، لو فيه قفله المفروض ليه اللمبه هتنور. فدي السر هي، ماشي. مفيش حاجة خالص، مفيش أي صوت خالص، مفيش أي صوت خالص طلع منه، زيرو. والكاسة برضه مفيش أي حاجة خالص، مفيش أي حاجة خالص، ماشي. طيب دلوقتي هنبدأ نفتحه ونشوف فيه. نفصل الكهرباء الأول. بداية هنشوف فيه كهربا واصلة ولا مفيش كهربا واصلة. نشوف البرانس شغال ولا مش شغال، لأن هو طبعا مفيش أي حاجة خالص، مفيش أي صوت طالع منه. هنبدأ إن احنا نقيس. نشوف فيه كهربا واصلة ولا مفيش كهربا واصلة أساسا. وبالتالي نقدر نعرف اذا كان الترانس شغال ولا الترانس محروق. نجيب الديجيتال على وضع الفولت، ماشي. وطبعا طيار ان هو ايه ثابت مش هيتغير. في عندنا 10 فولت طالعين، نبص مع بعض كده على المدار. يعني 10 فولت طالعين، يبقى الترانس شغال، يبقى الترانس شغال، الترانس شغال والديودات شغالة ولوحة الباور كلها، معنى كده ليه شغالة. يبقى عندنا المشكلة هنا، المشكلة هنا ممكن تبقى فيها ايه، مكثف ولا حاجة، ممكن تبقى في مكثف أو شيء. بس برضو قبل ايه ما نسبة الأحداث، قبل ما نسبة الأحداث نشوف ليه المفاتيح. المفاتيح مجمزرة تماما، واقفة تماما، ماشي. فنحاول احنا ايه نرشها. بس هون حركة من المفتاح مش من البلاستيك ده عشان ما تتكسرش، يعني طالما هو المجمزر هيبقى جامد.
بتاع الفوليوم ننزل برضه جنب بس مش رشة تانية. تمام كده بس نوصل الكهرباء نشوف فيها حاجة كده جت ولا مفيش. الكهرباء متوصلة أساسا، أنا مش سامع صراحة أي صوت ولا أي حاجة. زيرو طيب. هنا ممكن برضو نشك قبل ما نروح لحاجة ونتعمق. خلاص عايزين نتأكد ان الايس الصوت شغال ولا مش شغال. ايس الصوت شغال ولا مش شغال؟ لما البل سبقنا فيها نحاول نلمس بس على ايه، على طرفين نشوف هنسمع صوت ولا مش هنسمع صوت. مفيش حاجة خالص، مفيش اي صوت خالص. طبعا احتمال الايس الصوت يكون ايه؟ طيب بس مجرد احتمال، لان هي مفيش ايه اي صوت خالص. بس طبعا وضع السلكتين دول اللي هو التوصيل ده مش عاجبني، ممكن يلمسوا في بعض احنا مش ناقصين مشاكل. شكلهم مش كويس، شايفين جايين على بعض، فنحاول ان احنا ايه نشيلهم ونعملهم من الاول وجديد تاني. طبعا مهم جدا قبل ما نشيل السلكتين دول بالذات، مهم جدا ان احنا نعرف فين السالب وفين الموجب، لان انت لو عكست او غلطت او نسيت وحطيت السالب مكان الموجب احتمال 99% و9 من 10 انك تطير ايس الصوت. احنا بنشوف فين السالب وفين الموجب. خلاص تمام كده، هو ده السالب وده الموجب. ماشي، يبقى ده السالب وده الموجب. لو احنا عكسنا كده ماشي، لا طبعا هو ايه ده السالب وده الموجب. نبدا نشيلهم بس ايه نتاكد ان مفيش حاجه مش شبه. دايما عشان تعلم من بمسك بالبنسكيل، بمسك بالبنسة عشان السلك ما تقطعش في الجنب التاني، واقعد الحم بقى واعمل اجيب سلوك تاني واعمل ايه قصص في الجنب ده. تمام، هنا تعمل برضه نفس العملية. طبعا ده طويل قوي، انا هحاول ان انا اقصره حتى صغيره بس. مزودين هنا الاسي عشان دي تمسك، طبعا لازم نستخدم الجرابينه.
طبعا احنا كده عملناهم على نضيف خالص، نبدأ ايه نكمل الشغل بتاعنا. خلاص بعد ما احنا زيتنا اللي هي المفاتيح برضو مفيش اي حاجة جاية خالص، خلاص مفيش اي صوت خالص، مفيش اي صوت من اي مكان خالص، فهنا حتى مفيش، فممكن احتمال كبير يبقى ايس الصوت، وممكن يبقى برضو مفتاح الفوليوم، ممكن يبقى مفتاح الفوليوم فاصل. فاحنا طبعا لمسنا على الايس الصوت مفيش صوت، بيطلع الصوت، فهو احتمال زي ما قلت لكم يا اما ايس الصوت اللي هو ده، يا اما مفتاح الفوليوم لو فصل مش هيطلع اي صوت خالص. فتعال نتمنى اللي هو ما يكونش ايس الصوت، لان قطع الغيار طبعا قليله جدا. طيب تعال نشوف بقى نلمس حوالين ايه على مفتاح الصوت. انت زي ما انتوا سامعين اهو في صوت، يبقى هو المشكله عندنا هي في مفتاح البول، المشكله في مفتاح البول. خلاص مفتاح فوليوم عايز يتغير، وده مفتاح فوليوم جرر. خلاص ده سماع الشمال واليمين زي ما انتوا شايفين، يبقى هو المشكله في مفتاح الفوليوم. طيب هغيره وارجع لكم تاني. طبعا هنا زي ما انتم شايفين انا بستخدم اللي هي الشيل، زي ما بقول لكم كل مره ما بستخدمش اللي هي السولجر جام اللي هي اللي بتشيل الازير، لانها ممكن تضر باللوحه. طبعا هي ده جهاز ياباني، كراون ياباني، فاللوحه بتاعته يعني بتبقى محترمه، بس طبعا ايه الامر برده ما يسلمش، نخلينا ايه حريصين افضل. طبعا بالنسبه للبورد الصيني طبعا لازم تستخدم فيها ايه الشيل، لان ما استخدمش الشيل البورده ضاعت منك، تبدا بقى انك تعمل كباري بقى وشغلانه بشكل البورده وحش. فمن الافضل من الاول خلاص خليك في السيف سايد واستخدم الشيل. المهم طبعا ان انا بعد ما اشيل اي حاجه انا بشيلها ان انا امسح التنر، ماشي، عشان اشيل اثار الرجينه ده، عشان طبعا يعني ايه ما حد يجي مكان ما يعرفش انا كنت بعمل ايه، او يبقى شكل البورده برضه شكلها نظيف، ماشي، ما تصدش النفس. واحد اثنين ثلاثه، دلوقتي زي ما احنا شايفين كده الصوت رجع تاني. البداية كانت المشكلة مفتاح الفوليوم. الحمد لله اللي احنا اللي لقيت عند مفتاح الفوليوم ده، لان ما نزلت سألت عليه بره مش موجود للأسف، يعني مفتاحه ده القديم طبعا هنا عندنا مش موجود منه، قطع الغيار عندنا هنا نادرة، فالحمد لله اللي لقيت عندي واحد قديم. الوقت بقى اقفل الجهاز ونرجع تاني نشوف ايه، نحاول احنا نلمعه ونرجعه لحالته الطبيعيه تاني. بس الوقت يا جماعه حتى في مجا بربط المسامير بالمسمار بشكل معين بشكل احترافي. ازاي؟ ما بربطش، بحطش المسمار بربطه كده على طول، لازم الف كده المسمار عكسي لحد ما اسمع الكليكه دي، سمعتوها، وبعد كده ابدا الف تاني. ليه كده؟ لان عشان ما اعملش حظوظ ثانيه غير الحظوظ المعموله اصلا معموله من مصنع، خلاص، وابوظ المكان المسمار واكسر القاعده. معظم الكاسيتات دي بتبقى القواعد بتاعتها مكسره بسبب ان بيكون فتحها مثلا حد قبل كده او صنايع قبل كده، وبيجي بيفتحها، ماشي، يوم ما بيجي يقفلها ثاني. يعني شوفوا انا بعمل ازاي، اهو المفروض الف كده، بس انا ما بلفش كده، بلف عكس كده لحد ما اسمع الكليكه دي، سمعتها هنا، وببدا ان انا ايه اربط عادي. يبقى بلف على نفس اللي هي الحلزون اللي كان موجود الاول بدون ما ابوظ المسمار، مكان المسمار ولا القاعده. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا هنا ايه ببدا ان انا المع الجهاز
السائل السحر بتاعي اللي بيرجع الجهاز زي ما كان تاني جديد. زي ما هتشوفهم بعد استخدام طبعا السائل ده انا مركبه على ايدي، ما هوش ماده كيميائيه، لان ماده كيميائيه هتاكل الكلام عشان تبقوا عارفين. ما فيهوش اي ماده كيميائيه، هي من حاجات طبيعيه. ماشي، الماده الكيميائيه زي ما قلت لكم هتاكل او هتمسح الكلام وهتبوظ المينا. زي ما واحد مثلا اوريكم على سبيل المثال، واحد كان عمل الشغل ده حاول يلمعه، بصوا على الجهاز ده كده، بصوا هو حاول يلمعه باستخدام ماده كيميائيه، طبعا بوظ المينا وبقى الجهاز شكل وحش جدا. وانا بستخدمه طبعا، هو طبعا واحد جابه لي كده، فانا طبعا بستخدمه كقطع غيار، لان طبعا بقى شكل وحش ما ينفعش. فلازم لما نيجي نلمع الحاجه طبعا عشان ما نبوظهاش نرجعها، لازم نعرف بالظبط الماده اللي احنا بنستخدمها ايه. فالمادة دي طبعا مفيش مادة كيميائية موجودة في السوق بتلمع، فطبعا أنا المادة دي أنا عاملها بعد ما جربت مواد كتيرة، دي أنا عاملها على إيدي خلاص، وبتدي نتيجة ممتازة أفضل من أي مادة تانية. دلوقتي أنا بعمل بالبلور عشان أزيل أي حاجة، أي زيادة من المادة دي. فتح الله عليكم فضيلة الشيف. اخوتنا اخوة الايمان، تحدثنا في حلقتنا الماضية على طبعا زي ما انتم شايفين هو الجهاز رجع زي الجهاز زي مكان جديد بالظبط، بس المشكلة طبعا في الباب، المصريين مهملين اساسا دايما بيكسروا البيبان، معرفش ليه. يعني هو الجهاز لو كان الباب بتاعه موجود كان رجع جديد زي ما كان بالظبط. زي ما انت شايفين هو صوته جميل جدا، صوته جميل جدا والله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. هذه الحروف الثلاثة، وما تنسوش اشوفكم في فيديو تاني، وما تنسوش السبسكرايب والشير يسبق عشان تدعمونا يا جماعة عشان اقدر استمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.